وبهذه المناسبة فإنه لا يجوز استخدام الكافرات للعمل في الجزيرة، بل يجب أن يمنع ذلك حتى لا يستخدم إلا المسلمات، لأن هذه الجزيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى منها وبإخراج المشركين منها حتى لا تكون حتى لا يكون فيها إلا دين واحد وهو دين الإسلام. فالذي أوصي به إخواني في هذه البلاد أن يحذروا استيراد الكافرات والكافرين للعمل أو غيره، بل يجب أن يكون الاستيراد من المسلمين خاصة، لأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يبقى فيها دينان، ولا يجوز أن يبقى فيها يهودي أو نصراني أو وثني، بل يجب أن تطهر من ذلك تنفيذا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.